بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا هذه اول خطوه اللي كنبشروا بها الناس ديال مدينه الدار البيضاء لهذا المكان اللي ما قدر حتى شي والي او لا عامل اللي جا لهاد مدينه الدار البيضاء وقدر يحارب هذه الشعوذه اللي كاينه في هذا المكان اللي هو كي كنقولوا حنا سيدي عبد الرحمن مول المجمر. بصراحه هذه خطوه دارها السيد والي ديال مدينه الدار البيضاء اللي حيد هاد اللي حنا كنسميوه وكر ديال الشعوذه، لان هذا المكان مجموع فيه كل شيء، الفساد، الشعوذه، الدعاره، كل شيء مجموع في هذا المكان هذا. لان كاينين بعض الناس اللي الله يسامح لهم اللي جاوا وكانوا مسؤولين في هذه البلاصه وداروا قنطره خسروا عليها الملايير باش يوصلوا الناس باش يوصلوا لهذا المكان ديال الشعوذه. والحمد لله اليوم جا واحد الوالي اللي صراحه دار واحد الخطوه اللي غتحسب ليه كيف تحسبات السيد الوردي الوزير السابق ديال الطب اللي حارب واحد المكان اللي هو بويا عمر. هذا المكان بحاله بحال بويا عمر. بويا عمر كانوا كي 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 كيربطوا فيه الناس وهذا المكان كيسحروا ليه يسحروا فيه. يعني هاد الناس كان اللي هنا كانوا كيسطيو الرجاله وكيديروا الشعوذه الرجاله ومن بعد كيمشيو سيدو بويا عمر كيديروا لبس السناسل. اولا انا شخصيا من ابناء ديال مدينه الدار البيضاء كنشكر السيد الوالي وصراحه هذه كتحسب ليه. خويا نهضر معك حنا كابناء المنطقه بعد هذه لحظه صعيبه بعد ديال انك كتشوف المحل ديالك بعدا كيريب، هذه اول حاجه غادي ما غيحس بها غير اللي مجربها فهمتي. وثاني حاجه خويا سيد عبد الرحمن كيدخل في اطار تطهير كازا كامله، هذه حاجه مزيانه. مي الحاجه اللي ما تعجبناش اخويا وكاينين الناس هنايا تنقولوا على الحديده كما تنقول، يعني ناس ما عندهمش. انا شخصيا تنعرف دابا اربعه العائلات هنايا نقدر نقولهم لك كاع اللي مساكن دابا من دابا غيباتوا في البرد. يعني السلطات حبذا لو زعما يفكروا في هاد الناس على الاقل البديل قبل ما يريبوا ليهم يعطيهم البديل. واما فيما يخص زعما هاد الحمله التطهيريه فحنايا معاها الصراحه، ما كرهناش نشوفوا سيد عبد الرحمن يكون في حله جديده، يكون شي حاجه سياحيه، ماشي تبقى تطلع وتشم ديك الروائح اللي موالف كتشم. حنا كنا ساكنين هنا، ولكن انا كنت كنطلع عليه لاربع سنين خمس سنين، وملي كنطلع عليه ما كيعجبنيش هذاك المنظر. وهادشي اللي كاين اخويا، انا الحاجه اللي ناكد عليها اخويا دوك العائلات زعما لو كان يديروا معاهم شي حل ما يخليهمش متسردين، هذا اللي كاين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.